اطفالا جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان اطفالا جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان نتفيأ ظلا من عطف ننمو في دوح الايمان اشبالا نغدو ورجالا بالخير نشيد البنيان بالخير نشيد البنيان هذا البرنامج برعاية سمو مع النسمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معنا في لقاء جديد في برنامجكم رجال الغد في لقاءات ماضية تكلمنا عن أهمية صفة الرجولة وتكريس هذه القيمة وتكلمنا عن أهمية تعزيز روح المسؤولية حتى نصل ونحقق هذه المعاني نحتاج نتكلم إلى على قضية أخرى ذات أهمية وارتباط وثيق بهذه المسألة التي ذكرناها من قبل وهي مسألة الثقة بقدرات الذات تقدير الذات والثقة بالنفس التي يعبرون عنها بالإنجليزية self confidence بنظرة تأمل بسيطة أن الإنسان حتى يكون اقدر على تحمل المسؤوليه وارغب لتحملها نجد ان هذا المعنى رئيس واساس بدونه الشخص لن يريد لن يكون راغبا في تحمل المسؤوليه. وهذا ياتي من تصور الانسان عن نفسه، ما هو الصوره الداخليه الذاتيه الموجوده للانسان عن نفسه، كيف يرى نفسه وما هو دورنا انا وانتم كاباء ومربين في تكوين صورة ذهنية لدى ابنائنا تكون معينا لهم على تقدير ذواتهم وحتى يكونوا ارغب في تحمل المسؤولية بعد ذلك. في نظرة تامل بسيطة لهذه الآية الرائعة في قصة يوسف عليه السلام حينما وضع في مقام فانتدب نفسه لمسؤولية عظيمة جدا في وقت عصيب فقال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم مثال رائع جدا على قضية تقدير الذات حينما وصف نفسه إني حفيظ عليم فانتدب نفسه لمسؤولية عظيمة بدون ما يكون عند الإنسان تقدير لذاته ومعرفة بإمكاناته وأنه أهل وقادر على تحمل المسؤولية بالله عليكم كيف سينتدب نفسه لها، ولذلك الكلام على هذا الموضوع اساس ومهم حتى نعين ابناءنا ونهيئهم لتحمل الامانه كي يكونوا رجال الغد باذن الله تعالى. عندنا تحدي كبير جدا في هذا الموضوع، وساكون معكم في غايه الصراحه عند الكلام في هذا التحدي. رغم يعني تاكيدنا على اهميه ان تقدير الذات وتوثيق صورة ذهنية ذاتية لدى الطفل والابن إيجابية عن نفسه مدخل رئيس لنجاحه في الحياة، وتمكينه من القيام بأعمال عظيمة وإنجازات، واقعنا خلاف ذلك تمامًا. ببساطة يعني البعض منا ليل نهار يعمل في ابنه بهدم في شخصيته، يهدم في صورته الذاتية. يعني زي ما منقول بالعامي بكسر جناحاته. يعني تأملوا مثلا الذي يضرب ابنه. ماذا يفعل هذا الضرب بشخصيته وتقديره لذاته؟ رفع الصوت والصراخ، التعامل معه بصوت عال عند كل خطأ يلومه ويسفه رأيه ويحمله أخطاء ولا يتعامل مع المواقف بإيجابية، كيف سيكون أثر ذلك على تقديره لذاته وصورته عن نفسه؟ أليس هذا حال كثير من البيوت الصراخ والضرب هو السمة الغالبة فيه؟ البعض مثلا يستعمل عبارات مثل أسماء الحيوانات ليصف ابنه، هل هذا الوصف الذي نريد أن نرسمه في أذهانهم حتما هذه الممارسات التي تقع في البيوت تهدم ما تبني. لا تبني صورة إيجابية تعزز روح تقدير الذات والثقة بإمكاناتها حتى تقدم على تحديات الحياة وتحمل مسؤولياتها باقتدار وكفاءة وثقة على الإنجاز والعطاء. تأملوا مثلا الذي لا يتساهل مع ابنه في أخطائه ويسفه رأيه أو ربما يتكلم على شكله فدائما يصفه بأوصاف لا تليق يريد منه أن يحسن من صورته لكنه في الحقيقة لا يساهم إلا في هدم هذه الصورة الذاتية الداخلية لديه المدرسة واقع عليم للغاية يا جماعة للأسف الكثير في المدارس المعاملة مبناها على أساس ما دام أنا المدرس الولد ينبغي أن يسمع ويطيع ما دام الكلام جاي من عندي أن يرد أن يجيب على سؤال معلمه يعتبر هذا شيء غريب ووقاحة أحيانا ولذلك يعني ينشأ الكثير من الآباء الأبناء ينشأوا على وضع نفسي لا يعينهم على تقدير ذواتهم ولذلك لا نعجب حينما تقول لنا الدراسات أن الطفل يفقد مقدار كبير جدا من قدراته الإبداعية والتفكير بمجرد دخوله, دخوله إلى المدرسة، يقولون إبداع الطفل ينقص بنسبة 90% بعد أول سنة في المدرسة، ما معنى ذلك؟ ألم، أليست هذه مساهمة سلبية منا معاشر الآباء والمربين في هدم ذواتهم وتقديرهم لها؟ ولذلك نحتاج أن نقف وقفة صدق ووقفة تأمل ومحاسبة حتى يكون لنا دور إيجابي في تعزيز صورة إيجابية في نفوسهم بدون هذه الصورة الإيجابية لن يستطيع هؤلاء الأبناء أن يتهيأوا لتحمل مسؤوليات عظيمة تلك التي نريدها لهم بإذن الله تعالى ولذلك بدأ لنا أن نسأل هذا السؤال ما هي الأمور التي تعين على تكوين صوره ايجابيه في نفوس الابناء ما هي القضايا التي تعزز تقدير الذات والثقه بامكاناتها لتحمل مسؤوليات سالنا هذا السؤال فخلونا نسمع ماذا كانت الاجوبه في هذا التقرير القصير اولا تشجيعهم الثناء عليهم في مواقفهم اذا احسنوا استشارتهم والاستماع إلى أراهم اختبارهم في بعض المواقف. طبعا نعطيهم حرية الاختيار منذ الصغر ونشجعهم تشجيع نعطيهم تشجيع في التربية تبعنا نعطيهم فرصة أنهم يختاروا الأشياء اللي يبوها وزي كذا نسوي لهم تشجيع يعني تشجيع كامل. اه الطفل طبعا في اي وقت لما يجي يحكي لك قصه او شيء لازم ما تقبلهاش بجفاء تقابلها انك تسمع له تعمل معاه حوار تكلمه تعامله كرجل يعني هذا البرنامج برعايه سمو مع نسمو اذا نحتاج ان نسال هذا السؤال ونعيد سؤالنا انفسنا اياه لان هذا هو مربط الفرس نحتاج ان نبحث عن الوسائل التي تعين على تعزيز تقدير الذات لدى ابنائنا وثقتهم بامكاناتها حتى يكونوا اقدر باذن الله تعالى على تحمل مسؤوليات حياتهم وحتى يكونوا اكثر تهيئا لتحديات الحياه التي تواجهها من بعض القضايا التي نود ان الاشاره اليها لانها في غايه الاهميه في اول هذه المسائل فيما ارى قضيه ان نحبها حب الابناء اساس مهم لتطمينهم تطمينهم وتعزيز تقديرهم لذاتهم ولذلك نجد في السنه ما يؤكد على هذا المعنى الصحابي الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ان له عشرة من الولد ما قبل أحدا منهم النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه إشارة أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة تقبيل الأطفال معنى مهم النبي عليه الصلاة والسلام عاشه بنفسه كان يقبل ابنته فاطمة وكان يضم الحسن والحسين إلى صدره ويقبلهما ويقول إني أحبهما ويدعون إلى حبه حب الأطفال حجر اساس في بناء ذواتهم من داخلها الطفل الابن النشا حينما يفتقد هذا الحب تهتز شخصيته من الداخل هي حاجه بشريه يحتاج اليها ان يحب شعوره انه محبوب وانه مقبول لدى الاخرين هذا الشعور يريحه ويطمئنه ويعينه على تكوين تصور لذاته إيجابي يساهم في نجاحه و... 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 وتطوره في الحياة أليس هذا المعنى يا جماعة نقصر فيه كثيرا ربما حينما يكون أطفالنا صغار نمارسه نقول لهم حبيبي ونقبله ونلاعبه لكن ماذا يحدث حينما يكبرون ننسى هذا المعنى مع أنهم أحوج ما يكون إليه كبارا أيضا خاصه في سن المراهقه اذا لنمنحهم الحب هذا الحب المطمئن الذي يقول لهم انت شخص مرغوب واحبك امضي في حياتك بكل ثقه هذه واحده المساله الثانيه وايضا هي ضروريه قضيه ان نكلفهم باعمال يقدرون على القيام بها تكليفهم بهذه الأعمال ونجاحهم في القيام بها تعزز ثقتهم ثقتهم بأنفسهم ثقتهم بإمكاناتهم وقدراتهم حينما تكون المسألة بسيطة وينجح قدرته على القيام بعمل أكبر سيكون أسهل بإذن الله تعالى لذلك تجد بعض الآباء بعض الأبناء للثقة التي في نفسه بسبب التربيه التي حوله تجده دائما راغبا في تحمل المسؤوليات ربما يبكر الى صلاه الجمعه في حال ان الخطيب لم يحضر مبكرا ربما خرج الى المنبر وصعد عليه وقدم خطبه ارتجالا ذلك ان ثقته بنفسه وقدرته على القيام بهذه المسؤوليه قائمه ومستقره الصوره الذهنيه التي عنده تمكنه بإذن الله للقيام بهذا الأمر أيضا من القضايا التي تعينها على أن تتكون لديهم هذه الثقة وهذا التقدير لذواتهم تعاملنا مع أخطائهم حينما يخطئ الطفل إذا كان تعاملنا متشنجا فيه صراخ وعتاب وفيه تحميل للملامة يخاف ويرتبك وتهتز صورته الداخلية، وللأسف الذي يحصل منا كثيراً، أو في بعض الأحيان لا نريد أن نعمم أننا في مثل هذه المواقف الساخنة عباراتنا تكون قاسية. لا تقف عند حد الموقف، فنقول له هذا العمل خطأ، وإنما نقول له أنت مخطئ، فنصنه نصفه بهذا الوصف كاملاً. وهذا هذا الأسلوب خطير للغاية يا جماعة. كلنا يخطئ. لكن ضروري ان نعطي الخطا حجمه لا نكبره ونصف الخطا العمل لا ان نصف الابن كله بسبب هذا الخطا فنرسم له صوره ذاتيه سلبيه هذه المساله تكون في غايه الخطوره يا جماعه كلامنا مع ابنائنا له سحر عجيب في بناء ذواتهم وتقديرهم لامكاناتهم نحتاج ان نوظف كلامنا معهم بايجابيه حتى نعينهم على تكوين هذه الصوره عن ذواتهم بحيث تكون اكثر ايجابيه باذن الله تعالى سحر الكلام مساله مهمه وكلنا تعرض لهذه المواقف دورنا مع ابنائنا مؤثر ومؤثر للغايه اذا خلونا يا جماعه نساهم مساهمه ايجابيه في بناء صوره مشرقة في أذهان أبنائنا، تقديرهم لذاتهم، ثقتهم بإمكاناتهم هي خير معين لهم على تحمل المسؤولية، إعداد رئيس وأساس لنجاحهم حتى يكونوا رجال الغد إن شاء الله تعالى. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أن نكون لهم عونا على ذلك وحتى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا البرنامج برعايه سمو مع النسمو. اطفالا جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان ببيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان اطفالا جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان نتفيأ ظلا من عطف ننمو في دوح الايمان اشبالا نغدو ورجالا بالخير نشيد البنيان بالخير نشيد البنيان